هكون سريعا واحدة أمين، حلقة جديدة مع قناة دكتور وستين مع إبصالية أضام على الهوز التاني. الهوز التاني هو عبارة عن مزمور 135 بيتكلم إن احنا نشكر ربنا، والإبصالية بالتالي هي بتتكلم عن كده. إبصالية هي كلمة إبطية معناها ترتيلة. هنقولها عربي وهنقولها قبطي. قلبي ولساني أسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. كل أحد يسبحك ويتعبد لك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. لأنك أنت إلهنا ومخلصنا العظيم، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني أسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. السيد رب أتى وخلصنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. من أجل أحكامك الحقيقية علمني عدلك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. كثيرة هي رحمتك تعهدنا بخلاصك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. هو ذا أنا التجأت إليك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. لك القوة والمجد يا مالك المجد، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يسوع هو رجعنا في شدائدنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. تباركت يا ابن الله نجنا من التجارب، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. كل الشعوب تسبحك، أيها الملك المسيح، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أعطينا سلامك اشفي أمراضنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أنت المتحنن والراح، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. تباركت أنت نسبحك ونباركك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. عظيم بالحقيقة الديان العادل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. اسمك مبارك، أيها الكلمة الحقيقي، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. احرسنا يا المسيح بصلاحك، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. اسمع للخطى في شدائده، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. نفسي وعقلي ارفعهما إلى السماء، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا ابن الله إلى نعتنا خلاصا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. الله الرحوم طويل الآن، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قدوس 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 يا ابن القدوس، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أنفس أبانا نايح، أيها المخلص، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. إكنا أذكرنا في ملكوتك السمائية، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أحلى حاجة إن صلوات الكنيسة بتأكد عقيدة الكنيسة والعقائد الخاصة بالتجسد والثالوث والوحدانية وولادة جسد المسيح إلهنا.
من العذراء مريم سي أوتوغوس لذلك دعيت والدة الإله ليس لأنها أصل اللاهوت ولكنها أخذ المسيح منها أخذ أقنوم الكلمة جسدا ووحد نفسه مع هذا الجسد ولم يوجد فترة لم يوجد فيها اتحاد ما بيننا لم توجد فترة وجد فيها جسد المسيح بدون اتحاد أقنوم الكلمة يعني روح قدس حل العذراء أمنا ذلك القدوس دعي منها ابن الله لأن أقنوم الكلمة وحد لنفسه شخصا طبيعة واحدة من طبيعتي رابعا محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق وقابلكم فيديو جديد على القناة لو سمحت ضغط زر الاشتراك تفعيل زر الجرس